والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته ملايين ذهب الدور كلها امين. النهارده هو الاسبوع السادس من الخمسين المقدسه. والحقيقه الخمسين المقدسه الاسابيع السبعه بتاعتها كل اسبوع له عنوان او كل اسبوع له موضوع، والمواضيع دي كلها متكامله وبتكمل الفكره ان احنا بنقوم مع المسيح، بنقوم من الشك، بنقوم من الضعف، بنقوم من التردد. وده كان الانجيل الاولاني في الخمسين اللي هو انجيل اللي شاف المسيح فيه يعني ظهر للتلاميذ كلهم، وبعدين ما كانش توما موجود في المره الاولانيه. فالتلاميذ بيقولوا لتوما، بيقول لقد راينا الرب. قال لهم انا مش ممكن اصدق غير لما اشوف وكمان احط صباعي مكان المسمار وايدي مكان الحربه. فظهر المسيح في الاحد الاول اللي هو من احد الخمسين المقدسه دي اللي احنا بنسميه احد توما، ونادى عليه. دخل المسيح العليه اللي هم كانوا قاعدين فيها والابواب مغلقه يعني مقفوله من جوه ومن بره، ونادى على توما قال له تعال يا توما ولا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمن، تعال وريني، هات ايدك حطها مكان الحرب وهات صباعك حطه مكان المسامير. ولكن هذا الموقف كان اكبر من احتمال توما او اي حد. فسجد توما وقال له ربي والهي. لانك رايتني يا توما امنت بالذين امنوا ولم يروا. ده الاسبوع الاولاني نسميه القيامه من التردد والشك الى الايمان والى اليقين بان المسيح القائم المنتصر، القائم الذي داس الموت بالموت وتحدى أين شوكتي يموت، أين غلبتك يا هاوية. وبعدين بدأت رحلة الخمسين المقدسة، رحلة الثبات في المسيح القائم إلى الامتلاء من الروح القدس. والرحلة دي مرت بحاجات كتيرة. الأسبوع الثاني مثلا كان الخبز الحياة، والأسبوع الثالث كان الماء الحي. والماء الحي او الانجيل بتاع يوحنا 4 الحقيقه زي ما بقول هو في حاجتين او مرتين بيتقرا الانجيل ده، انجيل يوحنا 4 اللي بيتكلم عن المراه السامريه. في الصوم كنا بناخد الموضوع بتاع المراه السامريه من جهه انها امراه خاطئه والمسيح اعطاها التوبه، لانه كل فتره الصوم المقدس هي فتره الجهاد والتوبه، فترة أخذ النعمة بالصوم والصلاة. أما في خمسين مقدسة فموضوع يوحنا 4 موضوع المرأة السامرية دي بناخده من ناحية إنه الماء الحي الذي أعطاه المسيح، قال للمرأة دي بيقول لها أعطيني الأشرب، فقالت له إزاي أنت تطلب مني وأنا امرأة يهودية امرأة سامرية وأنت يهودي، وفي حواجز كتيرة تمنع من المسيح. قالها لو كنت تعلمين عطية الله لطلبت أنت منه ماء حيا، من أين لك هذا الماء الحي والبير عميقة ولا دل ولك؟ قالها طب روحي ادعي زوجك وتعالي وأنا هديك الماء الحي. قالت له ليس لي زوج. قالها أنت امرأة صادقة. وبقول احنا بنتعلم من الموقف ده بتاع المسيح، موقف الحوار البناء لكسب النفوس. الإنسان الذي يستطيع رابح النفوس حكيم، إزاي يقدر يربح النفس اللي قدامه حتى لو النفس دي في عمق الخطية. هذه المرأة التي تعيش في الخطية، لما المسيح قال لها أنت بالصدق قلتي لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك، قالت الله الله ده أنت عارف كل حاجة، لعلك أن نبي. وراحت ندهت أهل القرية بتوعها وجم وقعدوا، وآمنت هذه القرية. وبعد ما آمنوا قالوا له ليس بسبب كلام، بيقولوا للمرأة دي ليس فقط بسبب كلامك ولكن لأن رأينا وسمعنا. وبعدين بيكلمنا بعد كده عن نور العالم، المسيح هو نور، سيروا في النور ما دام لكم النور. واحنا بنسير مسيرة الخمسين المقدسة نسير نطلع من العمق بتاع الشك والتردد إلى الإيمان وإلى القوة.
وبعدين نمشي ازاي؟ قال لنا انا هو الطريق والحق والحياه. ثم بيسالوا كيف نعرف الطريق؟ قال له انا هو الطريق، انا هو الطريق والحي والحق والحياه. وبعدين بيجي بعد كده اجتمع التلاميذ كلهم، وظهر للتلاميذ وصعد امامهم، وده كان الخميس اللي بعد الاحد الخامس، اسمه خميس الصعود، المسيح صعد. وقال لهم، اوصاهم، قال لهم لا تبرحوا اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. انتوا قاعدين في العليه وقفلين على نفسكم وخايفين، استنوا، لا تبرحوا اورشليم لغايه لما تاخدوا قوه. هذه القوه اللي هي قوه الروح القدس او حلول الروح القدس. الحقيقه الحد ده اللي هو الاحد السادس ده اللي كان التلاميذ مجتمعين فيه في العليه في انتظار الوعد اللي المسيح قاله لهم، انتظروا الوعد، انتظروا حلول الروح القدس. والتلاميذ كانوا في العليه قاعدين منتظرين الى ان ياتي الحد الجاي اللي هو حلول الروح القدس على التلاميذ في شكل ألسنة نار. وبعد كده انطلقوا الى كل مكان يتحدثون عن المجد، عن الخلاص، عن النعمة اللي هو اخدوها من خلال هذه الرحلة. رحلة الحقيقة، رحلة الامتلاء من الروح القدس ممكن اقول انها بتبدأ منذ تدبير الله للخلاص في البداية خالص. في عندنا شوية أعياد أو شوية مناسبات مهمة جدا خلال فترة السنة. أولا التجسد، الله تدبير الخلاص بالتجسد بالميلاد، وبعدين الصلب، وبعدين القيامة، وبعدين الصعود، وبعدين حلول الروح القدس على التلاميذ. حلول الروح القدس على التلاميذ أعطاهم القوة أنهم يجاهروا ويذهبوا كل الأرض من أورشليم والسامرة ولا أقاصي الأرض، وعلموا، وآمن كثيرون بطريقة معجزية. لأنه كان لما بطرس بيتكلم، هذا بيسموه صياد الجليل، ده راجل صياد، ده راجل بسيط جدا، بيتكلم وكل اللي موجودين من جميع الجنسيات وكل اللغات فاهمينه، كل واحد منهم سامع بطرس بيتكلم كأنه بيتكلم باللغة بتاعته. وفي سفر الأعمال بيقول لنا عدد اللغات اللي كانوا الناس اللي موجودين في أورشليم في ذلك الوقت، يهود، وكان موجودين من مصر غرض، يعني عايز أقول الروح القدس في يوم الخمسين ده اتكلم بالقبطي برضه. واحد بيقول لي هو القبطي ده اتكلم بيه المسيح؟ قلت له اتكلم بيه الروح القدس يوم الخمسين، يقول ومن مصر وفي ليبيا ومن كل الألسن تكلم بيها الروح القدس في هذا اليوم، يوم الخمسين. وآمن كثيرون، وبدأت ده ممكن نقول انه عيد ميلاد الكنيسة، عيد ميلاد الكرازة، هو الحد الجاي اللي هو يوم حلول الروح القدس وامتلاء الكنيسة بالقوة. النهاردة المسيح لما هو بيكلم عن أنا قد غلبت العالم، يقول خلي بالكم في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ما تخافوش وانتوا ماشيين في العالم تكرزوا، لأن هذا العالم هيضطهدكم، هيكون هناك ضيق، لكن ما تخافوش، ثقوا أنا قد غلبت العالم. احنا في هذا اليوم، يوم السادس من الخمسين المقدسة، بنقول ان احنا نتبع المسيح الغالب الذي غلب العالم والذي غلب كل قوات الشر واللي اعطانا القوة دي واهداها لنا. لا تخافوا انا قد غلبت العالم. اطلبوا، في آية جميلة جدا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، للآن لم تسألوا شيئا باسمي، اسألوا تأخذوا. المسيح عايز يدينا، واحد زي عنده كنوز، والكنوز دي عايز يديها لولاده اللي بيحبهم، بس هو عايز ولاده يعرفوا قيمة اللي بيطلبوه.
اطلبه تاخده، لكن مش ممكن يوزع عليهم او يرمي الحاجات دي لناس مش فاهمين ومش عارفين قيمتها. لما الانسان بيطلب حاجه بيبقى عارف قيمه الحاجه اللي هو بيطلبها. يا رب اديني، يا رب اديني، وانا يا رب بقدر الموهبه وقدر العطيه بتاعتك، اسالوا باسمي عشان نطلب من ربنا. الحقيقه يقول ايه؟ اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا، اطلبوا باسمي، اطلبوا بإيمان وبثقة إن كنتوا هتاخدوا. عشان كده احنا بنقول الطلبة اللي احنا بنصليها او اي صلوة احنا بنصليها لازم يكون عندنا رجاء وثقة وإيمان كامل في ان احنا الطلبة بتاعتنا مستجابة، والطلبة بتاعتنا ربنا بيسمعها، لأنه هو قال لنا كده كل ما تطلبوه باسمي أعطيكم. المهم الطلبة دي تبقى اسم المسيح. والطلبات اللي هي أحيانا الإنسان بيطلب طلبات سيئة، طلبات مرفوضة، دي ما نقدرش نقول عليها إنها صلاة أو طلبة. يعني أوعى تصلي وتطلب الشر لأي حد حتى ولا للأعداء. حتى الأعداء لا نطلب لهم الشر ولا نطلب لهم أي حاجة وحشة. نقول يا رب اهديهم، يا رب نور بصيرتهم، يا رب اديهم، نور لهم طريقهم. الحقيقة المسيح بقيامته وبصعوده وبإرساله الروح القدس على التلاميذ ثبت هذا أساس الكنيسة تثبيت كامل، وأعطاهم الرجاء الكامل إلى في 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 اسم المسيح الحي. ربنا يديكم النعمة ويديكم البركة ويعيد هذه الأيام المباركة عليكم، ويديكم كل نعمة وكل بركة له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد.